الله يسعد مساك يا رب، مساء الخير، مساء الورد. يعني إخواني الكرام، أنا سعيد جدا. اليوم وصلنا في موقع اليوتيوب إلى 3000 متابع. أوجه بالشكر لجميع المتابعين، وأتمنى إن شاء الله أستطيع إنه إن شاء الله أقدم لكم إشي مفيد. وهي الجو عندنا زوابع وعواصف، ويلا يلا قادر أتحكم بالكاميرا. وهلا خلصت شغلي وانا بوسط ستوكهولم قريب من المحطة الرئيسية. وهي زمان كنا نيجي هون، هاي هون احد الكنائس. هاي الهواء، شوف العواصف كيف. هاي 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 هون كنا نيجي مكتب الضريبة زمان، ايام ما كنا نقدم على كارت العمل ونجهز الورق. بس طبعا كثير امور تغيرت. فانا كنت طارح احد المشاريع اللي هو المركز الدعم الاجتماعي. طبعا انا حبيت اعمل الفيديو رغم العواصف ورغم الجو التعيس، قلنا نسلم عليكم. هلا خلصنا الشغل الحمد لله، اليوم دوامنا صباحي، وحبيت اني احكي لكم عن موضوع الدعم الاجتماعي. مركز الدعم الاجتماعي هذا مركز مهم جدا جدا. اخوان كتير وصلوا على البلد هاي عايشين في عزلة، عايشين لوحدهم، بالذات الفترة الأولية. الأول فترة الواحد بوصل على السويد بتكون حضارة جديدة، ثقافة جديدة، دين جديد، ناس جداد، أشكال جديدة، طقس جديد. ممكن كمان يكونوا عايشين في قرى، ممكن يكونوا كبار في العمر 60 سنة 70 سنة، ممكن يكونوا واحد جاي بدون زوجته وأطفاله وعايش في مكان ومش لاقي أي حدا من جنسيته. يعني هاي عشنا المواقف هاي احنا زمان، وفعلا تألمنا كثير وتعبنا كثير. يعني انا بذكر بس رحت للنرويج، واول فترة قعدت في اوسلو، قعدنا ندور على واحد عربي في الكامب. ولما كنا نلاقي شخص عربي معنا يحكي معنا في البداية، اخوان الكرام انت بحاجة للتواصل، لانه انت ما بتمتلك اللغة وبتحب تعرف كل اشي عن البلد، وبتحب تشعر في الامان، تشعر في انه انت صح، ان هذا المكان اللي جيته، هذا المكان اللي كنت تحلم فيه انه فعلا راح تتحقق احلامك فيه، وفعلا انه انت راح تتوفق فيه. فبتكون عندك مشاعر خوف، مشاعر تردد، بالاضافه ان تكون معك زوجتك اللي بيكون معه زوجته، او بيكون معك اطفالك، وتكون عارف كيف تلبي حاجاتهم. ممكن عندك طفل صغير بحاجه لحليب، بحاجه لحفاضات، بحاجة لأشياء، وتكون أنت مش عارف كيف تلبي هاي الشغلات. أمور كثيرة بتسبب للواحد التوتر في بداية حياته الجديدة. لكن لما تكون الصورة مرسومة في خياله وفي ذهنه، وأنه راح يواجه هاي التحديات، وأنه في أشخاص يعني متوفرين في البلد نفسها، لو أنه اتصل عليهم، لو أنه حكى معهم، لو أنه في مجموعة متخصصة بس في دعم الإخوان اجتماعيا. يعني مش ما بنحكي عن الدعم المادي، الدعم المادي مسؤول عنه الدولة، انت لما تيجي عنه اكثر المكتوب في المواقع راح تلاقوه متوفر عن موضوع الدعم المادي ونقدية الوالدين وراتب المعاش والتعويض السكن والقصص هاي اللي موجودة في موقع التأمينات الاجتماعية. فيا اخوان الكرام الموضوع كثير ناس حتى هون بتيجي تخسر زوجاتها، تخسر أطفالها بسبب عدم الوعي، بسبب عدم التواصل الصحيح مع الأشخاص أصحاب الخبرات أو الناس القادرة على الدعم الاجتماعي. يعني أنت لما تسيبك موقف، والله واحد مثلا رفضت إقامته، الرفض الأول ممكن ما يعرف شو يسوي، أو عنده مقابلة بتلاقيه زي كيف أيام الامتحانات، بتلاقيه عايش في خوف، عايش في تردد، في ناس بتخوفه، في ناس بتهول له المواقف، فبتلاقيه مش عارف شو يعمل، شو يسوي، شو يرتب، شو يجهز حاله. فلما يلاقي انه في موجود مجموعه مختصه في دعمه وفي تطمينه وفي تريحه، ان شاء الله راح احاول انا باذن الله اعمل مجموعه من الفيديوهات عن مواقف مختلفه من الحياه في السويد. ان كان انه انت في مواصلاتك، في شرائك أكلك، في تعاملك مع الأجانب، في أمور كثيرة مختلفة، في التسوق زي هسه مثلا أنت في البيئة هون تشعر في أمان. لما أنت تكون واثق من نفسك وتعلمت شوي هيك شوي شوي لغة، الأمور تيجي بالتدرج. يعني أنت ما رح
تحقق كل شيء بيوم وليله. في بعض الناس زي هيك بيطلبوا من نفسهم او بتوقعوا من نفسهم اكثر من اللازم، فعشان هيك بتلاقي ممكن الزوجه تضغط على الزوج او الزوج يضغط على الزوجه، وانه لا يعني ندخل في حوارات مرات في العمل، بقول لك يعني كيف انه زوجي تكون شغاله 8 ساعات ووراها لسه بدها تجيب طفل وتودي طفل على المدرسه، ونفس الوقت الزوج عنده متطلبات. ففي امور كثيره لازم الشخص يعني يتنور، ونحاول انه يعني نوصل هاي المعلومات بطريقه بحيث انه شوي القناعات تتغير، لانه المجتمع هون بيختلف عن المجتمع في وطننا. هاي نحن في وسط ستوكهولم، هاي الرياح طيرتنا، هاي طرنا مع الرياح. حبينا هيك اليوم نطلع لكم على الشاشه ونقول لكم انه احنا ان شاء الله صرنا 3000، وان شاء الله بصير اكثر. العبره مش بالعدد، المهم انه احنا الهدف الرئيسي لموقع عربي سويد انه نقدم معلومات قيمه لاخوان المتابعين، نقدم اشي مفيد من خلال اي دوره. يعني انا باستمرار اي دوره بتعلمها بحاول انشر لكم اياها يا اخوان الكرام، عشان نتقدم وعشان ننجح في الحياه. ما بزبط عشان نضلنا واقفين مكاننا زي هيك، لازم نتحرك كل يوم كل يوم. يعني انا عشان اوصل السويد رحت واستقلت اصدقاء، ورحت على مكاتب سياحه وسفر، ورحت على السفاره كم مره وراجعت وعبيت طلبات. فبدك تتخذ خطوات، وانت نفس الشيء لما توصل على البلد هون عشان تشتغل لازم تتخذ خطوات، لازم تتحرك، لازم تسال، لازم تعمل شبكه علاقات. ليش شبكه العلاقات مهمه؟ بتنورك، بتعرف مثلا ممكن شبكه الاتصالات عامله عرض، انت ما عندك اي تواصل مع اي حدا ما راح تعرف عن العرض، ممكن في خصومات في مكان معين وانت ما عندك تواصل مع اي حدا راح يروح منك الخصومات. ممكن انت زهقان ملان عايف حالك، لو تيجي هيك تتمشى بين هالعالم وبين هالناس هيك وتشعر حالك انه انت فعلا بين الناس، شاعر بامان، جنبك صديقك، جنبك اهلك، جنبك حدا ساندك، تشعر في الحب، تشعر في العطاء، تشعر انه انت فعلا جزء من المجتمع اللي انت عايش فيه. لما انت بس عايش انه انت جاي على اوروبا وجاي تعيش العزله، وجاي تتحكم مثلا بزوجتك، وجاي تتحكم باطفالك، وجاي تطبق مثلا تعاليمك ومفاهيمك على البلد هون، وجاي يعني لازم يكون عندك شوي هيك طريقه التفكير تبعك شوي شوي تعمل تكون فليكسبل مرنه، بحيث انه انت دخلت على مجتمع جديد فعشان تعيش فيه ولازم انت تحاول انه تتعايش معه. الناس نقول لك انه انت في ناس بس نحكي كلمه تندمج معه بقول لك اه يعني بدك اياني خلص اطلع معهم هدول، بصير ناس يطلقوا لك بقول لك هدول كفار وهدول مش مسلمين، وبحرم نفسه وبعيش بقريه وبعيش منعزل او بعيش بعيد عن الناس، ولا بيلاقي فرصه عمل ولا بتعلم لغه ولا بكون عنده اي اصدقاء، وبعد فتره بقول لك صار معك اكتئاب. طبعا راح يصير معك اكتئاب لانه انت رافض اي شيء. فانت عشان تعيش وتستمتع بالحياه لازم تتقبل، وكل واحد زي ما بقول لك يعني كل واحد له دين، فاذا انت لكم دينكم ولي دين، فانت حاول انه انت خذ منهم الاشياء المفيده مش غلط، خذ من الناس. انت ليه جاي هون لعاد؟ انت ليه جاي هون على اوروبا؟ فانت جاي تبحث عن الامان وجاي تعيش حياه سعيده وجاي تبني مستقبل، فحاول ركز على الجانب العلمي وتعلم وثقف نفسك. ولو واجهتك مواقف صعبة حاول انه انت واجه هاي المواقف. وعشان هيك احنا حكينا لكم انه احنا ان شاء الله فاكرين بموضوع المركز الدعم الاجتماعي، حيث انه احنا يكون مجموعة من 4 من 5 افراد حسب العدد، ممكن واحد ممكن اثنين، نعمل فيديوهات ان شاء الله اذا اي حدا فيكم حاب يشارك معنا ويكون معنا جزء من هذا العضو. إذا أنت شاعر نفسك اجتماعي، شاعر نفسك بتحب تقدم المساعدة للآخرين، عندك قدرة على التحدث، عندك قدرة على الإقناع، عندك قدرة على إسعاد الآخرين، ممكن نطلع رحلة مع بعض، ممكن نطلع جولة في هالمدينة ونتمشى ونغير جو ونتسلى ونستمتع نريح بعض. يا إخواني التواصل حياة، احنا ربنا جعلنا شعوبا وقبائل، شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ممكن بطريقتك وباخلاقك الناس تقتنع فيك وفي دينك وتحترمك وتنشر المفهومات، لكن بعدك عن الناس راح يخليك انت التعبان بالدرجه الاولى وانت الخسران، وراح تتاثر في كثير من الامور. انا ما بدي اطول عليكم،
شاركونا في تعليقاتكم، شاركونا من حابين تكون معنا جزء من هذه المجموعة. أخوكم رائد من ستوكهولم.